Ciao ragazzi, نتكلم النهاردة عن أونيتا أونو، هنكمل الديالوج بتاعها وهنتكلم عن لي سيتواسيوني. وقلنا ده الجزء بتاع الوحدة اللي اتلغت من سينيور وان وعلينا السنة دي. هنبدأ دلوقتي بلي سيتواسيوني. وقلنا أول موقف عندي أخدناه بيتكلم عن كوزا ديتشي كواندو كيدي لورا. قلنا هنا بيسألك، اللي بيميز السؤال ده كلمة كيدي لورا، معناها بيقولك لو بتسأل حد عن الساعة بنقولها له ازاي في الإيطالي. قلنا ليها طريقتين، كي اوري اي او كي اوري سونو، معناها كي اوري معناها كم الساعة. طيب الفرق كي اوري اي دي هناخدها ان هي بيجي وراها كلمة اونا، يعني بتكلم عن الساعة واحدة، و كي اوري سونو، سونو بتيجي مع الساعات الأخرى. طيب لي سيتواسيوني نمرو دوا بيتكلم عن كوزا ديتشي كواندو انديكي لورا. وقلنا الموقف ده بالاختلاف عن الموقف التاني هو كلمة انديكي اللي معناها تشير إلى، يعني بيقولك هنا لما بتتكلم أو بتشير إلى الساعة في الإيطالي في المواقف بتقولها ازاي. دي عندنا ليها أربع إزامبي. أول حاجة إزامبيو نمرو أونو، سونو ليوتو، معناها تكون الثامنة. ممكن طبعا يشيل أوتو ويحط لي أي رقم. تاني حاجة يقول لي سونو لست مينو فانتي، معناها الساعة 7 مينو فانتي. مينو معناها إلا، فانتي اللي هي 20 دقيقة، يعني أنا هنا بتكلم عن الساعة 7 إلا ربع. تلاتة إيه متساجورنو، قلنا معناها يكون منتصف اليوم، ودي بيتكلم برضو عن وقت. آخر واحدة إيه ميتزانوتي. يبقى الموقف الأول والتاني الفرق ما بينهم كلمة كيدي لورا معناها بتسأل عن الساعة، ودي بتتقال أكي أورا سواء جواراها إيه أو سونو. تاني موقف كوزا ديتشي كواندو إنديكي لورا، قلنا كلمة إنديكي معناها أشير إلى، لما بتكلم عن الساعة قلت ممكن أقول سونو وأي رقم معناها تكون كذا، وممكن أقول الفترات الزمنية بتاعت اليوم وهي إيه ميتزا جورنو إيه ميتزا نوتي. طيب سيتواسيوني 3 بيتكلم عن كوزا ديتشي كواندو انفيتي اونا بيرسونا، يعني بتقول ايه عندما تدعو شخص. قلت اللي بيحل السؤال ده كلمة انفيتي اونا بيرسونا، انك بتدعي شخص على شيء، لعمل شيء. طيب بدعي شخص في الايطالي بقولها ازاي؟ عندي مثلا اسامبيو نمرو اونو، فياني كوميا مانجاري، معناها تيجي معايا تاكل. فانا اول ما اسأل حد او اقول لحد كلمة هل تأتي معي، يبقى انا كده بدعي لأي شيء. طيب اسامبيو دو voi venire a una festa di compleanno، معناها هل تريد ان تأتي معي لحفلة عيد ميلاد. اكيد هنا برضو شايف فعل venire اللي موجود في الموقف اللي فوقيه برضو viene، يبقى تصريف فعل هل تأتي معي ده طبيعي بيدل على انك بتدعي شخص. اسامبيو 3 انديامو اون كونشارتو، قلنا كلمة انديامو ده فعلا داري اللي معناه يذهب، لما بنقول let's go يعني اللي هو يلا بينا، هي بالظبط كلمة انديامو. تمام اللي بعدها اسامبيو 4 كاني ديتشي، كاني ديتشي الاكسبريشن ده على بعضه معناه ما رأيك. اكيد لما بسأل حد ما رأيك اكيد انا بعرض عليه حاجة، يعني مثلا هنا زي الاسامبيو اللي موجود كاني ديتشي دي انداري السينما، معناها ايه رأيك ان احنا نروح السينما. يبقى انا كده بعمل انفيتو اونا بيرسونا، بدعي شخص لعمل شيء. اخر حاجة بيركي نون فياني كازا ميا، معناها لماذا لا تأتي معي الى بيتي. هنا كلمة او فعل فيينة اللي هو برضو من فعل فينيري تأتي. يبقى عرفت اني بدعي شخص بطرق معينة في الايطالي، اول حاجة فعل فينيري اللي هو هل تأتي،
تاني حاجة أنديامو اللي هي معناها فلنذهب، ممكن نقول فلنذهب إلى السينما، فلنذهب إلى روما. أنا كده بدعي شخص لشيء. ممكن أقول كانديتشا اللي معناها ما رأيك. ممكن أقول بركانون فياني اللي هو لماذا لا تأتي معي إلى كذا. طيب الموقف اللي وراه بيقول لي كوزا ديتشي معناها ماذا تقول، كواندو اتشيتي لينفيتو يعني اتشيتي لينفيتو معناها انك بتقبل الدعوة، يعني حد بيعرض عليك حاجة وانت عايز تقوله انك موافق. طيب دي بقولها بكذا طريقة، بكذا طريقة وكذا اكسبريشن. يعني ممكن اقول لا سي جراتسي، نعم شكرا، انا كده معناها اني اتشيتو وافقت. تاني حاجة ممكن أقول كون بياتشيري، كون بياتشيري معناها بكل سرور وعلى الرحب والسعة. تلاتة ممكن أقول تشارتو اللي هو بالطبع، معنى كده إن أنا موافق أو بالتأكيد. فولنتيري زيها زي كون بياتشيري معناها بكل سرور أو على الرحب والسعة. ممكن أقول داكوردو، داكوردو اللي هو انا موافق. واخر حاجتين ممكن اقول لا بيركينو اللي هو لما لا، ودي اكيد انا بقبل دعوة شخص. طيب اخر واحدة ممكن اقول ايه ونا بيلا ايديا، يعني فكرة جميلة. يبقى انا اللي بيحل الموقف ده عندي كلمة اتشيتي لانفيتو معناها بتقبل دعوة، يبقى انا اكيد لما هقبل ممكن اقول لا سي جراتسي، كون بياتشيري، certo, volentiere, d'accordo, perché no, è una bella idea. طيب الموقف اللي عكسه يعني cosa dice quando rifiuti l'invito. قلنا الموقفين دول شبه بعض، بيميزهم حاجة واحدة، ان واحدة انا بقبل الدعوة اللي هي تشتي un invito، تاني واحدة rifiuti l'invito برفض هنا الدعوة. قلت اكيد لو انا هرفض دعوة شخص اكيد كلامي هيكون فيه كلمة نو ونون اللي هو لأ. طيب على سبيل المثال اذامبي اول واحد مي ديسبياتشي معناها يؤسفني، ما نون بوسو يعني يؤسفني لا استطيع، يبقى انا كده الطريقة دي رفضت دعوة الشخص. اذامبي دو بورتروبو نون بوسو معناها للأسف لا استطيع، اكيد واضح برضو النون النفي يعني انا رافض الكلام ورافض الدعوة اللي حد مقدمها لي. تلاتة نو جراتسي ديفو، وابدأ اقول السبب اللي رفض الرفض اللي انا رفضت بيه الدعوة. طيب يبقى احنا نركز في جراتسي اللي هي معناها شكرا، ممكن اقبل بيها دعوة وممكن ارفض بيها دعوة على حسب سي او نو، يعني ما اعتمدش عليها. طيب نبص بقى على الجزء الثاني اللي عندي في الأونيتا أونو، الديالوج بتاعنا نبدأ نقراه مع بعض ونترجم ونحل أسئلته. نبدأ نشوف الديالوج بيقول ايه. كيارا تشاو بابا أدوبو او تشاو باولو كومي فا. هنا الجملة دي بيقول لي ايه، كيارا بتودع باباها وبتقول له أدوبو يعني هشوفك فيما بعد، بعد كده قابلت باولو يعني تقول له تشاو باولو، معنى كده ان هي قابلت باولو. كومي فا، كومي فا يعني مش كيف تذهب، لا كيف حالك، هي بتسأله عن أحواله. باولو بدأ يرد على كيارا وقال لها تشاو كيارا. بيني أسبتو دينو بير سالير انسيامي دا لاسيا، معناها ان هو بخير، هو مستني او منتظر دينو لكي يصعد معه عند أليسيا، يعني هو كده بيقول لها انه مستني صاحبه اللي هو اسمه دينو عشان يطلعوا او يقابلوا أليسيا. طيب كيارا ردت اكي ورا فيتي لابونتامنتو، معناها كيارا بتقول له تمام في اي ساعة سيكون لابونتامنتو، معناها الموعد يعني هتقابلوا بعض الساعة كام. وقلنا اكي اورا معناها انه بيسأل عن الساعة دي اللي احنا لسه واخدينها في السيتواتسيوني. باولو
alle 10:20, معناها الساعة 10:20. ايه ان ريتاردو؟ ده متأخر. هو كده يعني شبه بيتكلم او بيتكلم عن الموعد بتاعه ان هو متأخر. بعد كده بيبدأ يكمل لها كلامه، بيقول لها ايه على تشيلولاري نون ريسبوندي، معناها بيقول لها ان هو على موبايله ما بيردش، وهنا الكلام طبعا عايد على دينا. طيب كيارا هتبدأ ترد عليه، تقول له فورسي انكورا كازا، هي بتقول له ربما انه يكون لسه في المنزل، يعني ده رد كيارا. باولو بدأ يتكلم، بيقول لها فيديامو، فيديامو معناها بمعنى اصح بتاعنا هنشوف، يعني هو لسه بيحاول يفكر دينو ليه مش بيرد على تليفونه. نو نون ريسبوند نسونا، يعني هو بيتكلم بيقول مفيش حد بيرد. بدأ يوجه كلامه لكيارا، لا اسبيتا فورسي سو دوفي ايه فياني كومي، هنا بيقول لها بالمعنى ان هو سينتظر لان هو غالبا عرف هو فين، عرف مكان دينو، وبدأ يعرض عليها حاجة. يعني الديالوج ده في الاسبريسيوني او السيتواتيون اللي احنا اخدناها من شوية، هنا قال لها فياني كون ما، بيعرض عليها حاجة بانفيتي، بيعمل لها اون انفيتو. فياني كون ما، هل تأتي معي؟ كيارا قالت له دوفي، دوفي معناها اين. بدأ باولو يرد، al solito internet point qui vicino، قال لها في نفس الانترنت بوينت المعتاد. انترنت بوينت ده اللي احنا بنقعد فيه اماكن للكمبيوتر، معنى تاني اللي هو السايبر، الاماكن بتاعت اللي احنا بنقعد فيها الشباب. qui vicino، qui vicino معناها اللي قريب، واحنا اخدنا كلمة فيتشينو في الكلاس ان معناها قريب. كيارا بدأت تقول له على الانترنت بوينت على 10:30 del mattino، بتبدأ تقول له بتستغرب ان دينو ازاي هو موجود في الانترنت بوينت الساعة 10:30 في الصباح. فرح قال لها باولو، بدأ يتكلم نون كوناش بان دينو، هو بيسألها اللي هو انتي مش ما تعرفيش دينو كويس. انديامو، قلنا انديامو معناها انه بيدعي شخص الحاجة، هو هنا بيدعيها اللي هو يلا بينا، بيعرض عليها فكرة. انديامو دينو، دي نوفا الكمبيوتر ما ساي كي اوري سونو، هنا بدأ يشوف دينو قدامه يوجه له الكلام وبيسأله من جديد على الكمبيوتر، هل انت عارف دلوقتي الساعة كام؟ بدأ دينو يجاوب يقول له او تشاو راجاتسي كي سونو جا لي 10:30، يعني هو بيبدأ يستغرب دينو وبيحييهم، بيقول لهم ان الساعة بالظبط 10:30. فباولو رد فيرامنتي سونو ل10:40، بيقول له حقيقة ان الساعة 11:40. اي بوي كويستو ايل تو مساجو دي ياري، وبدأ يقول له هي دي المسج اللي انت بعتها امبارح 10:20، يعني 10:20 نون 10:30 مش 10:30. بيبدأ يوضح له ان هو متأخر عن ميعاده. دينو دافيرو، بيسأله حقيقي اوك وناتيمو كي سوبرو السكوندو ليفيلو، دينو بيوجه كلامه لباولو بيقول له ان هو ينتظر دقيقة عشان بس يعدي الليفل التاني. باولو بيرد عليه دينو سيامو جاين ريتاردو سو انديامو، هنا بيقول له احنا بالفعل متأخرين يلا نمشي. نبدأ نشوف أسئلة الديالوج هنا بيتكلم عن ايه. أول سؤال كون كي آل أبونتامنتو باولو، باولو عنده الميعاد مع مين؟ أكيد باولو عنده الميعاد مع دينو. تاني سؤال دوفي ديفانو أنداري باولو ودينو، بيسألك هنا يجب عليه باولو ودينو ان هم يروحوا فين او ميعادهم كان فين. اكيد احنا فاكرين في اول التستو قال لي اكازا دي الاسيا، معناها هنا الاجابه هتبقى على كازا دي الاسيا. 3 كي سالوتا كيارا بريما دي انكونتراري باولو،
هنا saluta معناها أخذناها في senior one. كي saluta كيارا بريما دي معناها مين اللي حيا كيارا قبل ما تقابل باولو. قلنا هي قالت تشاو بابا، يعني معنى كده هي كانت بتقابل أو كانت بتحيي البادري اللي هو باباها. طيب نشوف اللي بعد كده. Dove pensa Paolo di trovare Dino؟ بيسألك هنا باولو بيفكر انه هيلاقي دينو في انهي مكان. اكيد عرفنا ان هو متأكد ان هو في الانترنت بوينت، بقى الاجابة الانترنت بوينت. 5 perché Chiara sempre sorpresa؟ يعني ايه؟ بيسألك ليه كيارا تبدو متفاجئة. الاجابة عندي، نقرأ الاختيارات، بركي كونوش بين دينو عشان هي بتعرف دينو كويس، بركي دينو على الانترنت بوينت على دياتشي ترينتا، بركي دينو اوزا الكمبيوتر. اكيد الاجابة بركي دينو على الانترنت بوينت على دياتشي ترينتا. لما سألت باولو قالت له ان هو موجود دياتشي ترينتا لماتينا في الصباح. تمام. سي كوزا فا دينو على الانترنت بوينت؟ كوزا فا معناها ماذا يفعل دينو في الانترنت بوينت. اكيد الاجابة التانية جوك اكوني فيديو جوكي، اكيد بيلعب بالفيديو جوكي. تمام. اخر سؤال كواندو باولو انكونترا دينو، امتى باولو هيقابل دينو؟ alle 10:40 alle 10:30 alle 10:20. لا هو المفروض ان هو قبله alle 10:40، يعني الوقت اللي هو قابل فيه باولو alle 10:40 ده الوقت اللي هو قابله فيه. تمام كده نبقى خلصنا نتا اونو، فاضل لنا التيمة بتاعتها. تشاو راجاسي، نتقابل في اونيتا دو وابدأ اعمل لكم باقي الفيديوهات واشوفكم على خير. تشاو.